جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه الثلاثاء من طهران تمسكه بالبرنامج الانتخابي الذي عرضه خلال الحملة، معلنا عزم بلاده الجدي لتجاوز الأزمة. حسن روحاني أكد من منصبي كرئيس لجمهورية إيران الإسلامية أعلن عن عزم كبير للوصول إلى حل نهائي للأزمة. مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني وضمان آمالهم، ومن الضروري أن تتحلى الدول الأخرى بنفس الإرادة. وحمل التصريحات حسن روحاني العديد من الدلائل التي تعكس إرادته لتغيير السياسة الإيرانية المنتهجة خاصة مع الدول الأخرى.